بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكلام واللفظ المركب المفيد بالودع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف دال ومعنى. الاسم يعرف بالخط والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخط ويا من وإلى وعن وعلى وفي ورب واللام غرف وحصن ويا وغرب والفعل يعرف بالقد والسين وسوف وتاء الدنس السكن والحرق ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل تغيير أواخر الكلم من اختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظا وتقريرا. وأقسام أربعة: رفع ونصب وخط وجزم. للأسماء من ذلك الرفع والنصب والخط والجزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم والخط فيها. باب معرفة علامة الرفع. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجم التكسير وجم المؤنث السالم والفي المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جم المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وأبوك ودمال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية أسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل بضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد وجم التكسير والفي المضارع إذا دخل عليه نصب ولم يتصل بآخر شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة: نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما اليوم فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: بالاسم المفرد المنصرف وجم التكسير المنصرف وجم المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر في الأفعال التي ربها بثبات. فصل: المعربة قسمان: قسم يرى بالحركة وقسم يرى بالحروف. فالذي يرى بالحركة أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفي المضارع والذي لم يتصل بآخر شيء. وكل وترفع بالضمة وتوصل بالفتحة وتخفض بالكسرة وتلزم بالسكون. وأخرج ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يحفظ بالفتح، والفي المضارع المعتل الآخر يلزم بحذف آخره. والذي يرى بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتحفظ بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويحفظ بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتحفظ بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتلزم بحذفها. باب الأفعال الثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إلى الزوائد أربع يجمع. وقولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى
ناصب أو جازم فالنواصب عشرة وهي أن ولا ويدا وكي ولا مكي ولا مجهول وحتى وجاو بالفاو والواو والواو والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما ولم ولما ولم الأمر والدعاء ولا في الني والعوان ومن وما ما وإذ ما وأي ومتى وهي نوعين وإن وإذ ما وإذا في الشعر خاصة باب مرفوعة الأسماء المرفوعة سبع وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو ربات أشياء والنعت والعطف والتوكيد والبدل باب الفاعل الفاعل والاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر والظاهر له قولي قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيد ويقوم الزيد وقام الرجا ويقوم الرجا وقام هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الحدود وتقوم الحدود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربنا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ضاريا ضم والواو خسر ما قبل آخره وإن كان مضاريا ضم والواو فتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتما وضربتنا وضرب وضربت وضرب 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 باب المبتدأ والخبر المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن الأوامر اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائما والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدأ كاسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر 12 نحو والمضمر 12 وهي أنا وأنا وأنت وأنت وأنتم 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 وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير مفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والضرب والفعل ما خير ومبتدا ما خبر نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبو وزيد من الداخلية المبتدأ والخبر وهي كان واخوت وإن واخوت وظن واخوت فما كان واخوت فإن ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وامسى وأصبح وأضحى وظل ومات وصار وليس وما زال وما فات وما فات وما بري وما دمى وما تصرف منا أو كان ويكون وكن وأصبى يسمى وأصبى يقول كان زيدا قائما وليس عمرو شخصا وما أشبه ذلك وأما إن وأخواتها فإن تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت أمرا شخصا وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع وأما ظن وأخواتها فإن تنصب المبتدا والخبر علانهما حسبت وخلقت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت وادخلت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا وخلقت امرا شاخصا وما اشبه ذلك باب النعت النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتغفره تقول قام زيد العاكل وقام زيد العاكل ورأيت زيد العاكل ومرت بزيد العاكل والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحن أنا وأنت والاسم العالم نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو بعد وأني وهؤلاء والاسم الذي في الألف واللام نحو الرجل والغلام وموظف إلى واحد من هذه الأربعة والنكة
فكرة كل اسم شاعر فزاخي لا يغتص به واحد دون آخر وتقريبه كلما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفارسي باب العطف وحروف العطف أشارة وهي الواو والفو ثم واو وأم وإما وبل ولا ولكن حتى في بعض المواضع فإن عطفت بي على مرفوع رفعت وعلى منصوب نصبت وعلى محفوظ خفضت أو على مجزوم جزمت تكون قام زيد وأمر وريت زيد وأمر ومرت بزيد وأمر وزيد لم يكن ولم يكن باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وهضمه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وزما وتوابي عزما وهي التاء والتاء وامصع تقول قام زيد النفس ورأيت قام كلهم ومرت بالقوم أجمعين باب البدل بالاسم من اسم أو فعل من فعل نتبع في جميع أعرابه وهو أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغلط نحو قولك قام زيد الحقوق وقلت الرقيب ثلثه ونفعني زيد الحلم ورأيت زيد الفرس أردت أن تقول الفرس فقلت فأبدلت زيدا منه